بنبدأ معاكم، وجميل قوي ان انا ابدأ بان بالفعل اهتمام كبير بتقدمه الدولة لكل فئات المجتمع المصري، للشباب، للمرأة، للفتيات، حتى بالنسبة للفئات الاكثر احتياجا. لما بقول الفئات الاكثر احتياجا وضرورة وجود دعم ليهم، الحقيقة دي منظومة متكاملة لابد من تقديمها لهذه الفئة من فئات المجتمع. لما يكون في يعني الإرادة السياسية اللي بتحث أفراد المجتمع كلهم ومؤسسات المجتمع والمسؤولين على تقديم هذه الرعاية والخدمة، ومش بس ده، لكن ده بيكون تكليف من قبل القيادة السياسية لأجهزة الدولة إنها بالفعل ترعى هذه الفئة، فده شيء يطمئن أي مجتمع إنه بالفعل يعني بيسير في الطريق الصحيح. المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع الحقيقة طاقت أمل كبيرة جدا لأعداد من المجتمع المصري، الفئة الأكثر احتياجا، وهي أيضا الأولى بالرعاية في هذه الفترة في ظل التحديات الاقتصادية اللي بنشوفها. إزاي بيتم تفعيل هذه المبادرة؟ إزاي بينظر إليها المجتمع المدني وبيكون ليه الأجندة الخاصة به في مساعدة الحكومة لتنفيذ هذه المبادرة؟ خلونا نعرف أكتر. واسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني النهاردة في مصر جميلة. برحب بدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي وخبير شؤون الحماية الاجتماعية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة أنا هبدأ من التايتل، يعني أنا بتكلم عن جزئيتين، جزئية الاقتصاد وجزئية الرعاية الاجتماعية، والحقيقة هم مش بعاد عن بعض بالنسبة لأي مجتمع من المجتمعات. هل نقدر نقول إن ارتباط الاقتصاد والرعاية الاجتماعية بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعد خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة لفئات المجتمع؟ طبعا حضرتك، الجوانب الاقتصادية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية طبعا هم وجهان لعملة واحدة. وفي الحقيقة المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس الخاصة بحياة كريمة هي نبعة من رؤية سوسيولوجية عميقة جدا عن السيد الرئيس. هو دايما بيرسل برسائل للمجتمع وللحكومة قوية جدا دافعة ليهم بشكل كبير عشان يدعموا الفئات الأولى بالرعاية. وفي كل عام بيطلق الرئيس في بداية العام دفعة قوية جدا لفئة من الفئات، زي ما شفنا في الفئات الأولى في ذوي الاحتياجات الخاصة، وشوفنا في التعليم وخلافه. طبعا الدفعة اللي بيطلقها سيادة الرئيس دي من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين دي حاجة مهمة جدا، حاجة ناتجة عن أنه طبعا أنت حضرتك عارفة أنه الدنيا كلها النهاردة بتقاس تقدم الشعوب بمدى تحسن نوعية الحياة للناس، تمام، وبمدى قدرة الناس على توليد الدخل، وبمدى انه ارتقاء الناس في المجتمع من اسفل الى اعلى، تحسين احوال المعيشه طبعاً بالنسبه للمواطن. طبعا دي رؤيه عميقه جدا من سياده الرئيس انه يطلق هذه المبادره اللي هي فعلا هتحرك المجتمع كله، حكومه ومجتمع مدني، من اجل ان هم يحققوا هذا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاولى بالرعايه. اختلاف المبادرة عن منظومة الخدمة اللي بيتم تقديمها من قبل الدولة لهذه الفئة، يعني احنا عندنا وزارة التضامن، عندنا الحقيقة كمان مجموعة من البرامج اللي استهدفت تقديم الرعاية الاجتماعية للمجتمع المصري، تكافل وكرامة وغيرها من البرامج دي، لكن هذه المبادرة أكيد ليها سمات خاصة واختلاف عن كل ما كان يتم. والله أنا تصوري الشخصي أنه الرئيس دايما لما بيطلق أمر بهذا الحجم فهو يقصد الإبداع والابتكار في تمكين هذه الفئات في المجتمع، يعني بيقصد أنه عايز أنه الدولة بأجهزتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تسلك سلوك غير تقليدي، تعمل أنشطة غير تقليدية بحيث تشعر المواطن مباشرة بالمجهود اللي بيحصل. هو في مجهود بيتم؟ طبعا ما نقدرش ننكر أن في مجهود بيتم، بس هو السؤال هل المواطن بيشعر بهذا المجهود عشان يحقق له نوع من الرضا، او يحسسه ان هو احنا في الطريق، ان احنا هنتحرك لخطوات قدام ونحسن لك نوعية الحياة وتصل الى الحياة الكريمة؟ اتصور ان هو ده المطلوب، انه الرسالة توصل لانه الجهات الحكومية تشتغل مع الناس اقرب على الارض، وانها يبقى عندها القدرة على التواصل بسهولة مع المجتمع، عشان كلما كانت عندهم القدرة على استقراء المطلوب كلما استطاعوا ان يحققوه بشكل اسهل
فده هينعكس على الرضا عند الناس وهينعكس على مستوى حياتهم ويحقق لهم الحياة الكريمة اللي هم بينشدوها يعني. ده بالتأكيد يعني، وده المطلوب خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية. أنا لما بوفر خدمة وبوفر برامج رعاية اجتماعية فده بيقابل الصعوبات اللي تحملها المواطن المصري على مدار الفترة الماضية، والحقيقة الإشادة بهذا الدور اللي بيقوم به المواطن المصري ده يعني محل اهتمام حتى القيادة السياسية اللي دايما بيقول إن البطل الحقيقي في الـ يعني الخطوات اللي بنقوم بيها هو المواطن المصري طبعاً. وطبعا ده مش جديد على أي مواطن مصري. النهاردة أكيد زي ما بقول إن في وزارة التضامن وغيرها، المجتمع المدني كمان يا فندم بيقوم بهذا الدور، تأكيد في اختلاف في الرؤية وفي الأنشطة اللي بيقدمها تجاه هذه المبادرة. طبعا هو المجتمع المدني عنده يعني ميزة إضافية أو قيمة مضافة، أن هو عنده القدرة على النفاذ لقاع المجتمع أسرع، لأنه يعني إحنا إذا بصينا على خريطة مصر وبصينا على القرى والنجوم من حلايب وشلاتين للواحات للسلوم للعريش وخلافه، هنلاقي أنه طبعا وجود منظمات المجتمع المدني في كافة المحافظات طبعا بيبقى عندها القدرة للنفاذ أسرع إلى المجتمع، عندها نوع من الحرية في الحركة شوية، مش مرتبطة قوي ببعض الإجراءات الروتينية الطويلة. الناس مفيش حاجز بين الناس وبين التعامل مع منظمات المجتمع المدني، لأن هم بيحسوا انه بيتعاملوا معاها على طول، بياخدوا الخدمة مباشرة. احنا بس نتمنى انه يعني خلال الفترة الجاية تهتم منظمات المجتمع المدني بالشكل الغير تقليدي للحماية الاجتماعية. بمعنى ايه يا فندم؟ يعني توجيه الحماية الاجتماعية لأفراد أي مجتمع بيبقى قائم على أسس يعني موحدة حتى على الأنظمة الدولية، لكن النهاردة أنا عايزة أفكر خارج الصندوق وأطرح زي ما حضرتك قلت مبادرة الرئيس هدفها هو الابتكار والإبداع في تقديم الخدمة طبعاً. وحضرتك بتعمل في هذا المجال، رؤيتكم ليه إيه وازاي ده يتم خلال هذه الفترة؟ هو طبعا حضرتك بما اننا كنا في البداية بنتكلم عن الاقتصاد والرعاية والحماية تمام، فطبعا الجانب المهم لمنظمات المجتمع المدني ضروري تهتم بيه اكثر من الجانب اللي هم شغالين عليه هو اكتشاف المهارات لدى الافراد في هذه القطاعات وتنمية هذه المهارات عشان تتواكب مع اسواق العمل او مع انها تجد لهم فرصة لبداية مشروع متناهي الصغر، بحيث نقدر نورد لهم فرصة جديدة لتوليد الدخل هتحسن لهم نوعية الحياة طبعاً. لأنه بطبيعة الحال هو كل ما الناس ما بتلاقيش عندها المهارة والإمكانيات اللي تمكنها من أنها تنصهر في سوق العمل أو أنها تلاقي الفرصة للي يدربها واللي يعلمها واللي يعرفها الطريق عشان تبدأ مشروع متناهي الصغر، مش شرط بالأحجام الكبيرة ولكن ممكن تبدأ من المنزل، نقدر بالحالة دي نجمع الطاقات المفرقة داخل المجتمع ده ونخلق منها طاقة كبيرة تدفعنا لقدام يعني. طيب احنا عندنا فعلا العديد من المبادرات واللي بتقوم بيها الأجهزة والجمعيات بشكل كبير، وفي ظل كمان تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلينا نركز على متناهية الصغر ضروري. دي لأن هي اللي عليها يعني دور كبير لعدد كبير من فئات المجتمع، وحضراتكم ليكوا يعني دور في هذا الموضوع من خلال مبادرة أطلقتوها وبرنامج عمل، يا ريت حضرتك تكلمني عنه وتقولي الهدف كان منه ايه وايه الدور اللي قام بيه. تمام، هو طبعا انا بحكم عملي في المجال السوسيولوجي ومع الفئات الاولى بالرعايه والمناطق العشوائيه وخلافه لسنوات طويله تمام، وخاصه في الجانب الاقتصادي الاجتماعي، اطلقت مبادره اسمها اصنع مستقبلك تمام. هي مبادره لتمكين اصحاب المشروعات متناهيه الصغر وخاصه من المراه المعيله والمراه المعيله من ذوي الاحتياجات الخاصه، لان احنا لو جينا بصينا على التكوين في المجتمع في الفئات الاولى بالرعايه هنلاقي في نسبه كبيره شويه من الاسر المراه فيها عمود فقري رئيسي، يعني متحمله مسؤوليه كبيره صحيح. بتكافح من اجل ان هي تلبي متطلبات هذه الاسره، في منهم نسبه كبيره بسطاء في التعليم، بسطاء في الامكانيات والاليات المتاحه ليهم، فدول كانوا محط اهتمامي من البداية، انه الناس خلاص اللي عرفت الطريقة ومشيت ماشي الحال تمام، انما في بعض الفئات اللي محتاجة فعلا ان احنا نمد ايدنا ليها، ان احنا نعرفهم يعني ايه مشروعات متناهية الصغر، ازاي يبدأوا المشروع المتناهي الصغر ده الاول في البداية، هم ازاي يكتشفوا ذاتهم. عملتوا ايه فندم يعني لتطبيق هذه الافكار وتنفيذها على ارض الواقع؟ اولا البداية لازم تكون انه مش مجرد انك تبدأ مشروع متناهي الصغر بس، اولا لازم تكتشف ذاتك، لازم تعرف المهارات اللي عندك ايه الامكانيات والمهارات والموارد المتاحة عندك عشان تبدأ بيها.
ثانيا لازم بيكون في المجتمع ثقافة مجتمعية خاصة بالمشروعات متناهية الصغر اللي ممكن الناس تبدأها برأس مال بسيط حتى لو بدأت من المنزل، ويبقى فيه على الجانب الآخر من السوق المستهلك إنه يتقبل هذه المنتجات ويتقبل هذه المشروعات ويدعمها بالشراء. وفي نفس الوقت في جزء بقى تاني خاص بالمهارة التدريبية على المهارات الأساسية للمبيعات والتسويق، عشان يقدر صاحب المشروع متناهي الصغر ده يعرف هينتج إيه، هيبيعه لمين، هيبيعه إزاي، هيبيعه فين. تمام، عملته بقى ايه يعني؟ هل ده كان تطبيقه على نطاق معين؟ هل ده كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ايه الخطوات اللي حضراتكم قمتوا بيها؟ والله احنا عندنا اليتين بنشتغل بيهم، اليه خاصه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني اللي هي بتعمل في هذا المجال على المراه المعيله والمراه المعيله من ذوي الاحتياجات الخاصه او الغارمات، اللي بيتعملهم برامج للتمكين الاقتصادي الاجتماعي، وده شق شغالين في التدريب معاهم من خلالها. شق اخر شغال على الصفحه الخاصه باصنع مستقبلك على الفيسبوك، طبعا بنقدر ندعمهم بان احنا نديهم نعمل اعلانات لمنتجاتهم على الصفحه عندنا بشكل مجاني، نقدر اوفر لهم الاستشاره الخاصه باي عقبه بتقف في طريقهم في خلال مشروعهم، بنقدر ندعمهم بشكل او باخر عشان نوسع لهم دايره الانتشار والتسويق بتاعه المنتجات بتاعتهم. هل نقدر نقول ان كان في تركيز على نوعيات معينه، او قدرنا ان احنا نحقق نجاحات في مشروعات معينه للفئه دي؟ يا ريت حضرتك تدينا نماذج منها. والله طبعا هو في نماذج كتير لسيدات من اللي اتدربوا معانا، في منهم ناس بتشتغل في الخياطه والملابس، في منهم بيعملوا منتجات كويسه جدا وبتحقق رواج معاهم وماشيه كويس، في ناس عندها مهارات في صناعه الجلود وخلافه بتشتغل فيها وبتحقق نتيجه كويسه. مطلوبه قوي الحاجات الصناعات دي انها طبعًا نعيدها مره تانية ويكون عندنا الايدي الماهره طبعًا زي ما بنقول، والعماله في الموضوع ده. طيب هل حضراتكم بعد اطلاق السيد الرئيس لهذه المبادره، هل كان في اختلاف في الرؤيه واختلاف في طريقة التنفيذ سواء مع الجهات المسؤولة أو المعنية أو من خلال حضراتكم نفسكم؟ والله طبعا إطلاق سيادة الرئيس لهذه المبادرة شجعنا جامد جدا، ادانا دفعة قوية جدا، حسسنا ان احنا محتاجين نجري اكتر، محتاجين نوصل لفئات اولى بالرعاية اكتر، محتاجين نتقن كمان الوصول اليهم. يعني مش لمجرد ان احنا اشتغلنا كمنظمات مجتمع مدني في قريه، لا احنا عايزين نتحرف ان احنا نوصل في القريه دي للفئات الاولى بالرعايه فعلا، عايزين نقدر فعلا نحقق لهم حاجه حقيقيه يقدروا فعلا يلمسوها وتحقق لهم تحسن لنوعيه الحياه والحياه الكريمه اللي بنأملها جميعا يعني. صحيح، ودي اهم حاجه ان كل مواطن مصري يحظى بحياه كريمه طبعا، بتوفير احتياجاته الاساسيه، المأكل، المشرب، المسكن، الامان الاجتماعي. دي مسؤوليه كبيره جدا ان شاء الله يتم تحقيقها، ومع بدايه العام كده مع هذا الاهتمام تكون انطلاقه جديده للفئات الاكثر احتياجا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يحيى هاشم، استاذ علم الاجتماع الاقتصادي وخبير شؤون الحمايه الاجتماعيه، الف شكر، نورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. وزي ما بنقول كل محافظه من محافظاتنا اكيد ليها سمات خاصه. النهارده هنتكلم معاكم مع احدى المحافظات اللي ليها معزه خاصه جدا عندنا، مش بس هنا لكن على خريطه السياحه العالميه، عن اسوان بكل الاماكن اللي موجوده فيها، الطباع، العادات، التقاليد، التراث ايضا الموجود فيها. هنكون معاكم بعد الفاصل. لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، محدش من فكره لغاني مصر جميلة.